ويطلب اللجوء الى الفار ماذا سيقرر الحكام ننتظر ننتظر او والحكم يتوجه نحو الفار لحظات مثيره جدا في غرفه الفار الحكم رضوان رمضاني والحكم يونس دافخير والحكم عمر شرقاوي غرفه الفار موعد أسبوعي جديد على ميد راديو رفقة ثلاثي رضوان الرمداني ويونس دفقير وعمر شرقاوي غرفة الفار كل اثنين ابتداء من الثامنة والربع مساء والإعادة الثلاثاء في نفس الموعد على ميد راديو مساء الخير اهلا وسهلا بكم على أثير إذاعة ماد راديو الإذاعة رقم واحد في المغرب نعاود يعني نقول الإذاعة رقم واحد في المغرب بفضل مستمعاتها بفضل مستمعيها بفضل جمهورها وبفضل أعدائها وبفضل كيد الكائدين كذلك ان الكيد بعض المرات كيعطي كي مفعول عكسي لما يشاءه اصحابه وكيعطي الحماس وكيعطي الرغبه في المزيد من العطاء عوض ما كيعطي كي الفشل وعوض ما كيعطي كي اشياء سلبيه اللي كيطمح كي لها البعض مرحبا بكم مستمعاتنا مستمعينا فين ما في المغرب خارج المغرب كتسمعونا عبر أثير إذاعة راديو أو كتسمعونا عبر وتشوفونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو ما كتبغيو تشوفونا ما كتبغيو تسمعونا ولكن كتكلموا علينا هذا كذلك كنعتبروه أمر إيجابي. اليوم حلقة جديدة من غرفة البار موعدنا الأسبوعي كل اثنين ثمانية وربعة ثمانية وثلث وطبعا اللي ما توفقش أنه يتابعنا اليوم كيسمعنا في نفس الموعد نهار تلات بإذن الله غرفة الفار على يميني الحكم يوسف دفقير مرحبا مرحبا أستاذ رضوان وعلى مرحبا. شمالي الأستاذ الحكم عمر الشرقاوي مرحبا مرحبا أستاذ رضوان وطبعا, وطبعا عمر. غيرهم الكثير يساهمون في هذا الإنجاز كريم نيتسي حظك التليفون وتابع معنا شي شويه الله يرحم الوالدين ها هو معنا كريم نيتسي في كريم نيتسي في توفير الصوت والصورة عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك عبد الرحيم سابقي في التصوير وفي غرفة الصوت كما العادة سامي عارف كي رفقنا مشكورا شكرا لكم جميعا غرفة الفار لا فرارة منها إذا لا فرارة مع ومن غرفة الفار كي درتو الدراري كنا مخلوعين عليك انت <applause> مالكم؟ عاد شديتي ها؟ ياك انا كنت صحابني غير كله شيء لبسه مشرطه احنا دابا درنا سبق وانه اول حلقه كنديروها وانا رانا الاعتقال مالكم؟ احنا وبغينا نخرجوا احنا الزياره الصراحة المؤقت باش المؤقت ندير البرنامج ونرجع علاش تشديتي علاش؟

كل الانسان يقول بانه خبر زائف ولكن يتبنى على هذا الشدان التحليل كيفاش؟ يتبنى عليها التحليل اه دابا هي ابعاد <applause> هاد الشده دابا ولا دابا <applause> الشدان ولا زعما شي حاجه راها حقيقه يعني ولكن دابا التحليل ديال الشدان كن سعداس كارب هي سعداتك سعداس انا انا شهرتي. انا شهرتي. انا النوع الوحيد الشدان اللي كنعرف هو كنشد في بنادم الناس سعداسك سعداسي علاش حيت شديت؟ اه علاش؟ ورا دابا في المغرب هذا راه كيتسمى بث وخبرين زائف دابا في خبرك دابا دا انا الا ما تشديتيش راك ماشي صحافي اه انا انت دابا راه استكملتي جميع الشروط دابا شوف انا كنعرف بان المجلس بقات لك دابا غير ديك اومنيستي وداك الشيء ديالك يعني. لا ما تدويش على هادو حيت هادو حكر ديزي. على واحد الفئه معينه لا للا 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 لا 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 شوف الله يخليك الله شوف المنظمات عمر عمر في قضانيه غير انا وياك ضايرين عمر حنا ما يسمعنا حد مدوزين شي شي <تصفح> دال ما يشدونا تا شد هذا دابا انا مدوز حبس اذا غتسمعني ديك ديكارت لا هاد القضيه اللي قلتي ديال نشرحوا للمستمعين شويه شنو واقع باش يكونوا معنا في السياق ومرحبا بالتفاعل ديالهم مرحبا بالتعليقات ديالهم ومرحبا بالملاحظات ديالهم ومرحبا بالاقتراحات ديالهم إذا كانوا مواضيع يبغيو يسمعوا راينا فيها وكريم نيسي طبيعة الحال غادي يقوم باللازم باش يكون التفاعل في هذا الموضوع ما حدث هو انه كنا تكلمنا في الموضوع الاسبوع الماضي وانه كان واحد الموقع ماشي موقع واحد الصفحه على الفيسبوك وقناه على اليوتيوب دعت في عنوان لا علاقة له بمضمون الفيديو بأن عبد ربه تعتقل وكاتبين اعتقال صحفي ما عطيش داك الشيء لي الباندا على عينيا زعما راه داروا اخلاقيات المهنه <applause> وانا تعرف من ما كانت تعرفش من وجهي <applause> وكان يخليهم كوجاك ويعطيو غير الصلاح غير الصلاح ما يعرفوا هذا هذا ما كان فبالتالي وصراحة هذا الأمر كان مقرف وخا خديناه بالضحك ذاك المرة ولكن أعيد ارتكاب نفس نفس التجاوز بطريقة فجأة أخرى وخا الفيديو من بعد غادي تسحب وما عرفتش علاش أه وصراحة أنا عبرت على الامتعاض ديالي بطريقتي دي على الحسابات ديالي على مواقع التواصل الاجتماعي لأن ما يمكنش تشوف هذه المسالة هذه وتبقى ساكت على راسك زعما واحد ندخلك للحبس غدا يقدر يصيفط لك لجهنم ونهار آخر غادي يردك مع تشنو شنو لأن اللعبة ديال التأويلات واللعبة ديال 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 دي الاصطياد دي ال في المياه العاكرة واخا حنا في الجفاف دابا المياه العاكرة خسر روسيكلاج أه رجع زعما قواعد اللعب النظيف اذا كان لابد من انه يكون لاعب أه خص تكون عنده واحد الحدود ديال الاخلاق شويه كاين الحد الادنى ديال الترابي وديال ديال ديال النقاش ولكن بان بانه ماشي كلشي كيعرف يناقش بالاخلاق وماشي كلشي كيعرف انه كيدافع كي على افكاره بالاخلاق كاين اللي, اللي بنا بنا شخصيته كلها على ال على ما كان على الغيث وملي كتخرج الذي الف الغيس من الغيس ما كيقدرش خصو يرجع للغيس وكيحاول انه يديك معاه لهذا هادشي في شكل شي شويه ايوا شوف دابا انا هادي شي يومين تنقرا بانه اعتقال الوزير بيتاس شفتيها عاوتاني شي اييه بيتاس في السعوديه وكذا. منتخب هرب هذا تشد شوف شي بعد المرات تسولي تسأل واش حنا في شي دوله فيها القانون وفيها السلطه <applause> ولا راه دابا بقى ما بقات حاجه قول اجي فمي وقول واجي فمي وسب واجي فمي ودير الحبس واجي فمي لانه ما معنى انك تدير التصويره ديال شي حد وتقول بانه ذات شد ومن بعد ومن بعد لقاو في الفيديو شي شي تلميح ما عنده علاقه بالموضوع. اها ما راه شوف راه تيمكن نضاربوا نختلفوا نتناقضوا نتجادلوا المفروض هادشي اللي خصو يكون هادشي عنده واحد القواعد اذا ما كانتش قواعد قانونيه كاين قواعد اخلاقيه ايوا يعني آه الخصومه آه ما فيهاش الفجور حتى الخصومه ما تيكونش فيها الفجور آه الخصومه بقواعد اللعيب واذا واذا القيسيفين آه فين دير الضربات ما كاين حتى مشكل هذا جزء من آه من اللعيب جزء من راه حتى في كره القدم راه تكون غادي تي تيخرج لك بشي طاكل عمر والله الله في هذه النقطه واخا غادي نتعسف عليك اللي كنقولوا حتى اللعيب آه شنو 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 ذنب انسان يحترف الصحافه زعما فاش تلعب معاه واش هو فاعل سياسي كي نفسك واش هو فاعل اقتصادي لا. كي نفسك واش هو فاعل مجتمعي كي نفسك زعما في نهايه المطاف كما كي كنقي كي كيقول سيم كيران انا مجرد صحافي. لا, لا. ولكن كاين تدخلات عاوتاني باش نكونو صحهنا واقعيين تدخلات كينا في الدماغ ديال شي وحديننا عمر دابا دابا انت ويونس ولا انا ولا غيرنا جزء من هذا المشهد اللي موجود أه وجزء جزء ماشي كله لا جزء ايوا جزء. جزء المهم حنا جزء ما يمكنش نكونوا كنا عطيني راه ش... ساكت عطيني الخلاصه هو في هذا الجزء راه تدير راك تعبر على راي هذا الراي غيكون في صالح هذا وغيكون ضد هذا غادي يضفي الشرعيه على هذا واخا انت ما تكونش قاصدها وغيسحب الشرعيه من الاخر اذا انت في فس... واحد العمليات الصراع هذاك الصراع مطلوب كنت صحافي ولا استاذ جامعي ولا مواطن عادي راه سميت تدافع ماشي الصراع تا الصراع ما كي مح... هي بالقواعد غير بالقواعد بالقواعد ما نجن عليك ما نديك الحبس ما نتهمك ب... 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 بفساد ما كذا بالقواعد ضربني نضربك ولكن بالقواعد وبالاخلاق وبالنقاش وبالافكار وكذا ما كاين حتى مشكل واش دير واحد صور سو غير غير عائلته دابا هذا الرمضاني ما عنده ما عنده عائله ما عنده حد لي هذا شفت تصوير عادي كذا واسمح لي كاين واحد المنطق كل ما يونس باش نكملوا كملت يونس راه يونس كان اداء قديم من اللي تيكون الضرب وسائل اخلاقيه كي يعني انه كاين افلاس في النقاش يبقاش الفكره بالفكره تمشي مسائل غير اخلاقيه سواء افتعال الخبر سواء الهجوم على الحياه الخاصه او لا يسقسوا ما كايناش كيبدا ويبدو انه نسدز المرحلة لمرحله ثانيه الاسلحه الاولى اللي تستعملات من اجل القتل الرمزي ديال وجهه نظر معينه ما عطاتش بالعكس عاد انتشرات وقد تجاوب وتفاعل كاين اللي متفق معها اللي ما متفقش معها كيناقشها ولكن لقات لها صدى في المجتمع فكانت محاولات ديال التمييع محاولات ديال الطعن في الدماء المخابرات المرقى الفلوس اللبن زعطوط هادشي كله ما عطاش دابا داز اللعب لمستوى اخر اكثر وحشيه اكثر ضراوه لانه هو بان انه صمدنا الواقع هو هذا انه صمدنا عندنا <applause> واحد العدد ديال ديال واحد العدد ديال سميتو بقينا في نفس الخط في نفس التوجه وحاجه اخرى هو انه كيشتد الضرب لانه احنا ما 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 كنتخباوش عبرنا على وجهات نظر في قضايا معينه وتحملنا مسؤوليتها ما كنديروش جوج ديال الخطابات خطاب في الكواليس وفي الخطاب في الواجهه حاجه اخرى انه بقينا على نفس الخط هذه سنوات في حين انه مؤخرا كاين واحد العدد داروا مراجعات فقهيه وعقائديه والغريب انه كاين كاين فيهم اللي كان كيسبنا بسبب مواقفنا وبسبب الاطروحات ديالنا في الملكيه في الدوله في المؤسسه الامنيه ودابا نفس الاطروحات تبناها وكيدافع عليها بواحد الشكل كاريكاتوري ولكن ما تيجيش يقول الناس او تديرني راني درت المراجعات وراه كنت غالط في مرحله كذا وكذا 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 وكاين هذا هذه النوع ديال المراجعات الانتهازيه فاش كتبنى واحد الاطروحه لسببين لا هذو ناقلين ماشي مراجعين ناقلين يا اما يا اما كتفاوض على شي ملف معين كتبركولي فيه كتوصل فيه لتوافقات هذا هو اللي كيبيع فمو بالمعقول ابيع فمي من اجل صفقه <applause> ابيع فمي من اجل صفقه حل معايا هاد المشكل غادي نحل معاك هاد المشكل وكاين الجانب الاخر الانتهازي المالي لان دابا النقاشات سيرتو في اليوتيوب ما كتدخلش فلوس البضاعه المطلوبه في اليوتيوب هو النميمه هو الضواصه هو الفرجة. هو الفرجه صحيح وكيبان انه كاين اسماء كتدخل الفلوس الا استعملتي الاسم ديالو وخدمتي به ولا حطيتي تصويرتو غيجيب لك وكاين جانب اخر حنا كنتحملو فيه الضريبه ديالو وما عندناش مشكل في هذا الجانب هو انه في المجتمع وفي النخبه السياسيه والاعلاميه وفي الدوله كاين جزء كبير كيتقاسم معنا نفس القناعات <applause> ولكنه لا يملك الجرأة كي يخرج ليعبر عنها ويدافع عنها صحيح يا إما كيكلف كي لي اللي دافع عليه على داكشي الشيء والمصيبة أنه كيكلف كي اللي كيدير ليه داكشي الشيء بشكل كاريكاتوري يا إما تيتخبى ملي تيكون عندك رأي ووجهة نظر تيخرج تدافع عليه كيفما ما كانت التابعات عجب الناس مرحبا ما عجبش الناس مرحبتين ما عجبهمش اليوم يقدر يعجبهم غدا تنظن انه احنا عندنا هذه الجراه هذه لذلك ف مازال غادي نشوفوا بزاف غادي يكون كثير ولكن شوف الشيء الانسان ما يجيب لكش شفارت ما يجيب لكش ما يجيب لكش النصب ما زدتيش ديال الناس ما زدتيش ديال الدراوش ما زدتيش ديال الشعب اما الباقي فين ما بغات تجي عرفتي يونس غير باش الساده المستمعين ونمتفقين متفقين على واحد النقطه <applause> حنا فاش كنتكلموا على هاد على هاد الظاهره ماشي دفاعا علينا ماشي كن كنتخباو ماشي كنتشكاو ولكن احنا في نهايه المطاف راه بشر نغضب نثور ندير كافه الاشكال البشريه باش كنعبروا على انه واحد واحد الضرر معين كتغوت كتقول هو الحق كاين شي امور ماشي معقوله والاهم من هذا الشيء هو ماشي احنا حاله راه حنا المعنيين فقط لا راه على ظاهره اللي كتضرب المغرب دابا حذرنا منها مرارا وتكرارا راه كنقول لك هناك من الف الصراع في الغيث في الوحل ومن الذي كتحاول استدراجه انه يناقش في واحد الارضيه نظيفه ما كيقدرش فين كيلجا كيلجا للسوتريطونس انك بزاف الجبناء اللي ما يخرج في الواجهه ويناقش معك الفكره انت صلع غليظ قصير أه تكون كيف ما بغيتي تكون ما كيهمناش انا كنت حدا اي واحد انه يجي يناقش معك الفكرة ما يتعانش فيك اما خلق كذبة وترويجها وتصديقها والعمل عليها واستثمارها انا شخصيا ما نقدرش نديرها ما نقدرش نتبلى على شي واحد ما عندهمش النقاش ما نقدرش نتبلى على شي واحد, واحد. نسميه فاسد ومفسد مع العلم ان دي طوندون ديال دابا اللي بغى يطلع آه انا كنحارب الفساد لا مع العلم ايش قلت انا تريتونس ديال الجبناء اللي ما كيقدروش يعيشوا في النظافه ديال النقاش ويفضلون الاستدراج للغيس وملي ما كتمشيش معاهم للغيس كيصيفطوا لك اللي مولف بالغيس ولكن الغريب انا راه زعما كنحاول نتوما بحالي كذلك كنتبع كل ما ينشر تقريبا وكل ما يقال تقريبا كاين اللي كنتفاعل معاه اللي ما كنتفاعلش معاه اللي كنتاملو الغريب هو انه كاين اللي كتعرفوا شفار وكيمدحوه وكاين اللي كتعرفوا والله ما داير شي حاجه وكيعطيوه في العصا وفي كيقول لك ما كاينش جريمه كامله راه على الـ على الـ على منصات التواصل الاجتماعي نجوم تيك توك ونجوم اليوتيوب ونجوم السياسه راه ما كاينش الجريمه الكامله للاسف كتعاملوا مع الامر ب ب بغباء بعض الجرائم كيبقى فيها الاثار يبقى الاثار واثار بطريقه غبيه يعني خص غير شويه ديال ديال الوقائع والربط ديال المقارنه الخطاب للاسف ولحسن الحظ ان الهاكا تلزمنا باخلاقيات النقاش احتراماتنا للناس ديال الهاكا وبلاش لا 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 كنقول في منبر ماشي ديال جيبها في موغول عندنا مسؤوليه مم. وما كنجيوش ندوزو الدكاكه على عباد الله نقولوا اللي بغينا ونخليو اللي بغينا دابا دابا حنا نكمل لك غير نقطه الله يرحم الوالدين هاد الناس ديال المناوله اولا السوتريتونس اللي كيقبلوا على نفوسهم السخره ويعتقدون بان الناس الاخرين كلهم كيديروها لان ما عندهم الشخصيات كاين كاين في اخرى وانا اللي استغربت ليها انا شخصيا فاش تكلمنا على المساله ديال الاعتقال قلت هذا تشهير ما مقبولش المؤسسات المهنيه المفروض انها تتدخل وتقول ستوب لهذا الشيء كنت اعتقد واهما 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 بانه من يحسبون انفسهم منتمين ومحتكرين للحفل المقدس للنضال النضال يكونوا اول من يقول شو ما هادش. فاذا به بل راه ما كاين لا نضال لا مولاي ما كاينش كاين كي ما... جماعه الناس عندهم مصالح شخصيه ونفسيه كيتسناو غير فين تطيح وعلى ف... في دوك الناس ما عمرش بالغيطه رضوان يعني. كاين واحد سكي... سكيزوفريني آه عند بعض الناس آه تيعانيو من من او على الاقل تي تيسوقوا على انهم تيعانيو من عدد من موضوعات التشهير ومن الممارسات السلبيه ولكن هما راهما تيعاودوا ينتجوا نفس الممارسه. طبعا دابا واحد تيمكن يعاني بانك اتهمتيه ب بالحصول على تمويل من الخارج وما تيترددش في انك يتهمك بالحصول على تمويل من الداخل. عمر اليوم انا قريت دبا دبا تدوينه أنا طويله أنا... عريضه ديال شخص ما غاديش نسميه شكون هو يدعي ويستنكر أنه يتعرض لهجوم الذباب الإلكتروني بتعبيره وبأنه المخزن مصيفط له عباد الله وبأنه لأنه عبر عن رأي وكذا 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 وسيقاوم وسينا هو نفس الشخص اللي شبع في ناس بان في تدوينات محركة ولو ذرة أخلاق عند الناس اللي محسوبين على ذاك الفيلم كامل هذا هذا هو انتصرنا عليهم في الاخلاق وفي الصراع بالاخلاق هذا هو المشكله هذاك الانسان اللي تيعاني من هذا ما يدعيه بانه اتهامات بالاحرى بالاحرى انه فاش يكون تيواجه الاخرين يواجههم قواعد اخلاقيه ماشي بهذيك اللي تيتشكى منها ما يقدروش ما للاسف دابا ما يقدروش تيمارس داك الشيء اللي تيتشكى منه وتيمارسو ببشاعه هو من حقه شهير. هو من حقه آه السب والقذف آه هو من حقه آه الى لقى يدير تصويرتك يدير تصويرتك الى لقى يشهر بك يشهر بك للاسف هذا هو النوع الخطير، هذا هو النوع الخطير. هذاك اللي تيلعب دور الضحية ولكن ما تيتواراش وما تيترددش أنه يدير نفس السلوك، وهذا هو أخطر نوع في الناس اللي تتقابل، أما اللي تيناقشك ويضحض الأفكار ديالك وي 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 ويردم بابها مرحبا بيه. ويبين بأنك أنت يا إنسان فاشل وأنت ما 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 ما, ما قادرش تدافع على آرائك، أنا لتن... حقه حقه بل انه سنعتبره هذه هذا امر ضروري م. باش نطوروا انه في العالم كله دابا الا بغينا نتكلموا بشويه الوضوح م -م. العالم كله في واحد اللحظه تيكونوا ناس تيدافعوا على اطروحات الدوله وتيكونوا ناس ما بعاجبهمش اطروحات الدوله ايوا فاش تناقشوا تناقشوا الافكار كانوا عدد الناس اللي دوزناهم دو حنا في التاريخ ديالنا اللي كانوا تيدافعوا على اطروحات الدوله ومن بعد كانوا تيعارضوهم وحدين ولاو عاود تيدافعوا فيما بعد على اطروحه الدوله وهي تدور مزيان آه آه ملي درتي هذه القضيه يا عمر آه آه باش نحيدوا اللبس مره اخرى آه ما عمرنا على الاقل ما عمرنا دافعنا أطرح على اطروحه الدوله حنا تندافعوا على الدوله تندافعوا كدوله لا لا الاطروحه حول الدوله اه اطروحه بلاش بلاش نسمع عمر بلاش نسمع حول دول. الدوله هذاك الشيء دابا حيت الدوله عندها الاجهزه ديالها اللي تدافع عليها راه عندها التلفازه ديال الرباط عندها عين السبع عندها واحد التلفازه اخرى راه حاطاها في طنجه لا, لا وعندها ان انا ما كنجاوبكش خليها عمر عمر, كنجاوب خليها نسمعوا مزيان نسمعوا هذا النقاش هذا نفس وريح اليز خلاص دي كارت باش نوضعوا الاخوان هذا ما كندافعوش على الدولة علاش غتسطيو الدراري؟ حيت ما عرفوش منين يشدوكم ما كندافعش على الدولة وشدوكم؟ لا ادافع عن اطروحة الدولة، كندافع على اطروحة الدولة وملي كتقول الدولة السماء زرقاء تنقول السماء زرقاء. انا كندافع على اطروحة حول الدولة. شنو هي اطروحة حول الدولة؟ هو ان الدولة قابلة للنقد، يمكن ان تخطئ، يمكن ان تصيب، لكنها ضرورة وهدمها خط احمر. الدولة هي الشر الذي لا بد منه من تاريخ ديال الفكر السياسي وانت جاي كنبقاو غاديين في النقاش كنلحقوا لواحد الاعتبار ديال الدوله تنقولوا لا هنا حبس راه هنا غادي تخرب ولا ريبتي هذا الشيء راه غيريب علينا كاملين <applause> ما كاينش نقاش عمومي بلا دوله ما كاينش تعدديه سياسيه بلا دوله ما كاينش ديمقراطيه وها النماذج اللي نهارت فيها هذا الخطره ملي نهضروا على الدوله شوف تونس شوف ليبيا شوف شنو واقع عند الاخرين دا هو الدوله لا <applause> اما الدوله كسياسات الدوله كسياسات انا صحافي نقدر نلتقي معها موضوعيا في هذا التوجه وندافع عليه ونختلف معها في حاجه اخرى ونقدر نختلف معها في حاجه اخرى انا لست ناطقا والله يسمح للسي ادريس الازامي عليها في هذا النهار هذا انا لست ناطقا باسم الدوله شوف أيونس. انا ادافع عن مفهوم أولاً الدوله اولا الدوله ماشي هي المؤسسات ماشي هي النظام ماشي هي الاشخاص ماشي هي النظام صحيح أه التمييز أه أه فرق كبير الدوله فوق المؤسسات فوق حكومه فوق مؤسسه امنيه فوق مؤسسه قضائيه صحيح. فوق كذا الاطروحه ديال انني ندافع على الدوله فاش تكون دولتي في مواجهه فرنسا غادي ندافع على هذاك نيفو أخر. <applause> الى انت بغيت تلعب اللعب الصغير في قضايا ميكرو سياسيه في المغرب باش تبين دولتك بانها آه انفيريور وتحت دوله اخرى انا ما, فش ما نقبلهاش ولكن فاش ما تنقبلهاش فاش تندافع على الدوله انا تندافع عليها بقناعتي وتندافع على الدوله اللي سميتها المغرب والمصالح اللي اللي تدافع عليها المغرب اما المؤسسات كاملين بما فيهم المؤسسه الامنيه بما فيهم المؤسسه القضائيه بما فيهم المؤسسه الحكوميه التشريعيه فاش تكون حوايج مزيانه تنصفقوا لها بيدينا وبقولا وتنتقدوا الحالات اللي يمكن تكون ماشي هي هذيك لذلك كاين هذا التمييز الناس الاخرين عندهم منطق اخر وهو هدم اسس دولة وهو هذا الهدف ما بعد ذلك الله اعلم ولذلك انا دائما تنقولها انا ما عندي مشكل تقول لي انا سندفع للدوله راه ماشي عيب راه كاين فرق بين السياسيه كاين فرق بين التربيه السياسيه داخل الاحزاب السياسيه والتربيه السياسيه ديال الشارع ودبا. التربيه السياسيه لا داخل لا الاحزاب لا السياسيه كتبين لك انه هو الدوله واللعبه السياسيه والنظام التربيه السياسيه اللي كياخذها الانسان من الشارع ولا فوق الهوندا كتبين له بانه لا وجود للسياسه ولا وجود للنضال ولا وجود للديمقراطيه ولا وجود لوجودك الا في تعارض مع الدوله يونس الى مشينا اسمحوا لي الاخوان الى مشينا بالمنطق ديال بالخوشيبات والاقراص والاقراص الله يرضي عليك ودوك الدوائر اللي كانوا تهمك كنا كنتعلموا فيهم الحساب التحضيري وهادو كانوا قبل اكتشاف الهوندا في السياسه الخوشيبات والاقراص <applause> <applause> آه آه قبل من اكتشاف ذاك الرومبوا نظريه الرومبوا انا انا عندي تساؤل واش على امتداد السنوات الاخيره عبرنا على موقف أو دافعنا على فكرة ضد حقوق الإنسان نمشيو بوضوح أكبر واش نهار تشد شي واحد في المغرب إلا إيه كنا كنعتبرو بأنه المقياس والمؤشر ديال الحالة الحقوقية موجود في ثلاثة ولا أربعة الحالات أنا نفس شخصيا أعتقدكما كذلك ما من يوم سجل موقف ضد أي شخص. تعرض للمتابعة. كان اختيار. آه، ملاحظات. ملاحظات تتفاعل. اه. وش نهار سجل علينا بانه كان اعتداء على شي حد. خرجنا كنصفقوا لشي حد انا شخصيا كنتحداهم شوف ولانه عارفين هاد الجماعه ماشي الجماعه الاخرى جماعه ولا المجموعه بانه الى وصلنا الى مستوى النقاش بالخوشيبات ما غيقدروش يمشيو فيه انا كنختلف معاك في التقدير حقي والمفروض فيك انت اللي كتدعي بانك عندك الجريمه ديال حقوق الانسان والنضال تحترم فيها اول حاجه تقول هذاك من حقه يامن بما يشاء يدافع حتى الشيطان بما انه ما كيخرقش الاخلاقيات ولكن اسمح لي انا انتصرت على هذه المجموعه وانا شفت في تفاعلاتهم سيده لا داعي لذكر اسمها احتراما للهكا ماشي ليا ولا ليها كتقول لك كيفاش هاد السيد كيهضر لينا على المنظمه الدوليه على المنظمه الدوليه تصاوبات ليك الشريفه المنظمه الدوليه تصاوبات شنو هاد الشيء هذا زعما انا باغي نتبرى انا باغي نتشكى يلا ما من ولا شنو النضال ديالك, ديالك انت ولا ديالك انت او هذاك عنده لهذا قلت لك انه مستثمرين في واحد ونجحوا فيه الى حد ما وقلت يا قبيله أيونس ما تشديتيش في الحبس ماشي صحافي لا انا صحافي رغم انفيك وانفيكي وبلا ما تشد في الحبس رمضاني شوف انت انت خصك تعرف بالاخر حبيل. نكمل غير النقطه نكمل هذه النقطه انا شخصيا ما عمرني بغيت نهبط الى المستوى ديال نتشادوا واخا كنختلف كنعتبر كين توجه في المغرب المفروض ان يحظى بما يصون له حقه في التعبير ولكن بلا ما نخلطوا عاوتاني ما نبقاوش نخلطوا يمكنش انت تسب كيتسمى تشهير الرمضاني تسب حقه مدابز ما مدابز حتى مع حد انا النهار كنبغي ندابز كنخرج وكنسمي ونهار كنعبر على كعيا ديالي كنخرج وكنعبر عليها ومن حقي وما غيحيد عليا حتى شي حد واللي عرف الرمضاني عاد البارح يمشي يقرا عليه شحال هادي ويمشي يسول عليه شكون هو اذا ملي من ما نجحاتش المحاولات ديال التدمير فوالا بال بالافكار وبالنقاش اش غنديرو نسميه عطاش غدا نسميه خدام مع لاتجاد ودي دابا غير زكاو معنا في سميه واحده نسميه نخلصوا اخر نوج زكاو معنا في سميه واحده انت اللي مازال ما فهمتيش شهر بان بانك انت واحد المخلوق مفيد بالنسبه لهذا لانه عرفتي علاش مرحبا علاش علاش راه الاشكال هو انه كيخرجوا على بزاف المغاربه في هو. خلقه مع عمر تتم المقاليونس يونس انك تدفع على الدوله انا دابا ماشي كندافع على الدوله كندافع بان بلادي اللي سميتها المغرب دبقى. ما فيهش كل شيء خايب فيه الخايب وفيه الزوين دبقى. انت كتقول فيه غير خايب انا كنقول لك لا شريف وانت قول فيه كل شيء خايب شوف صافي شوف هو باقي في الروندار في الكار وفي الطوبيس وفي الطياره دابا كيطلعوا في تيك توك بالنسبه لينا بالنسبه سي رضوان انا, أنا، ويونس وانت راه أه واحد واحد المنتوج مهم بالنسبه لهم علاش؟ لانه أه تيكتفوا فيه جميع هذاك الانتقادات ديالهم انا منتج ماشي منتوج دابا حنا منتج احنا بالنسبه لهم هو البارشوك أه بغاو يخاطبوا شي وحديد. اش غايدير؟ الرمضاني فهمتي؟ الرمضاني الرمضاني الأجهزة الأمنية وإياك يعني يا رئيس الحكومة وإياك دابا راه هادو هادو ما عندهمش الجرأة باش يمشي يطرح الأفكار كاملة وحتى إلا طرحتي أفكارك وجا شي واحد تينتقدك ماشي بالضرورة جيت تنتقدك في الفكرة راه أنا مدفوع من شي حد كما أنني يعني الفكرة اللي تنقولها يمكن لك أنت تجي تطيحها نقول بأن دفعك ما نعرف شنو مؤسسة تجي تنتقدني نتقدك ما كاين حتى مشكل الا خرجنا على القواعد ديال ديال اللعب وديال الاخلاق وديال الجدل اللي هي معروفه آه فيها راه تنوليو انا اتنو. انا خرم. بغيت الله يرحم والديك واحد الحاجه قولها يا انا هاد هاد التوجه السياسي اللي كيمارس السياسه بهذا الشكل يزعجوني هذا ما توجه ما هو يزعجوني بالنسبه للمغرب ومستقبل الديمقراطيه في المغرب هل معقول هل معقول هل معقول يزعجوني من زاويتين الحاجة الأولى اعتبروا بأن التشهير مرفوض أيا كان شكله هو نوعه هو مصدره هو في السلام عليكم ولكن مع الأسف كنحللوه من الجهتين الجهة التي تزعم بأنها كدافع على رأي معين كدير التشهير بعباد الله والأخرين حتى هما كيديروا التشهير لأنه كيقول لك راه شهروا بنا شهروا بهم والإخوان الأخرين دايرين واحد المفهوم جديد للتشهير هو سلاح نضالي انا نستعمله حلال <applause> جائز ولكن انت تستعملو معايا حرام وبالتالي مفهوم التشهير يتوقف على الجهه فاذا استعملو المناضل هو سلاح شريف ولكن إذا سحب واحد اخر كيتعارض مع المناضل يعتبر دوباب <applause> <applause> يعتبر كذا المشكلة هنا هو انه الحقل الحزبي ما فيهش نقاشات يلا دابا اللي سامي السامي التخطيط هو البنك المغرب اللي كيتناقشوا بيناتهم وبعض المرات كتحس بان ذاك النقاش بيناتهم وصل ما هو ذاتي شخصي حزازات شخصيه صحيح فالمغربي الان من من غادي يتعلم يناقش الاجيال اللي طالعه دابا اللي كنقولوا لهم علاش كتمشي عند الياس المالكي على الشاب طوطو اشنو عطيها انا كمنتوج الياس المالكي ما عمرو زاد تشهير اشنو عاطين اشنو عاطين حنا لهذا الجيل كمنتوج عاطينهم المعاطيه عاطينهم التشهير هذا مخزني هذا بائع للوطن هذا اجندة اجنبية هذا دا دا دا، هذا دا، هذا هذا الشيء اللي كيشوفوا نتحمل مسؤولية كارثية تجاه الأجيال اللي طالعة اللي كنربيوها في وسائل التواصل الاجتماعي ما كتشوفش التلفازة وما كتشوفش البرامج السياسية الأولى الحاجة الثانية اللي كتزعجني هو أن هاد الخوت هادو كيستنزفوا كل الرصيد ديالهم وكل الطاقة ديالهم في اتجاه أنهم ولاو ضعاف بزاف وهنا مشكل نقول لك عاش ضعاف بزاف كاين جو خطاب افتراضي وكي بارطاجيو مع بعضياتهم ويجمجموا ويجادو غير فيه بعضياتهم تيعتقد بانه خالق الحدث ولكن ملي كينزل الترا بحال فاش بغا يديروا وقفه في 20 يونيو الذكرى ديال 20 يونيو ودعاو الى وقفه من اجل الاسعار وتحرير الماء والكهرباء الى غير ذلك ما كانش تجاوب ديال الشعب اللي كيضموا يحيو دي هو دي نهار بغاو يحيوا الذكرى ديال نهار نهار, نهار بغاو يحيوا الذكرى ديال 20 فبراير الاهتمام اللي حصل عليه ديزيدروس بالاغنيه ديال العشرين أكثر من الاهتمام اللي حصلوا عليه هاد المناضلين في احياء ذكرى 20 فبراير نهار بغاو ينزلوا في فاتح ماي ما كانش لهم اثار انا راه عندي مشكل مخيف هو ان الادوات اللي خص تكون عندها قدره على تاطير وتعبئه وتنظيم الاحتجاج الاجتماعي في المغرب ولات عاجزه لانه يمكن المغرب يكون خطاب نمطي واحد سياسي او لا خطاب اجتماعي واحد اش اللي كنقولوا يا يونس راه كلشي زوين العام زوين كيخص يكون خطاب احتجاجي لان جزء من الشعب جزء فضل. من الشعب عنده تذمر بغينا ولا كرهنا من السياسات و... يونس وعنده في ولكن خاص كل عنده قدره على التاطير ديالو الان ي... ما عندناش قدره على التاطير دابا دابا يونس سمح لي سمح لي, سمح لي غادي يكون بزاف انا غنبغي كلمه غد... كلمه يلاه تفضل تفضل عمر عنده شي فكره مزيانه صعب يعد. ما كانش كيتبعوا معايا المستمعين حتى <applause> كيبغي يخرج ملي كيبغي يخرج هذا المواطن للشارع تيخص يلقى واحد البلاتفورم واحد الفاعلين اللي غياثروه اللي غيوجهوه غي هاد الفاعلين اللي كيعتقدوا انهم يمتلكون الحقيقه النضاليه اللي صوتها مسموع لهم. انفض من حولهم بقى. الناس ما بقاتش عنده قدره على التاطير ما بقاش عنده قدره على تنظيم الاحتجاجات ولكن يونس دير فايت دابا انا يزعجني هذا الشيء صح دابا دابا المشكل يونس وهو ان داك الفايت انا لا اريدك ان تكون فاشلا وابقى حاضني انا لا شوف داك فييت اللي داير راه تحوله الى منطق اخر وهو منطق المؤامره علاش انا داير فايت لان بحال يونس والرمضاني والشرقاوي هما اللي تيطفيو لنا هذيك العافيه اللي تنبداو نشعلو راه دابا هذا المنطق ديال المؤامره هو دابا السائد راه يوناس راه كذا راهم تابعين شي حاجه، راهم جايين يديروا شي حاجه، راهم تيفكروا يديروا شي حاجه، راه دورهم انهم يد... ما تنبقاوش نفكروا باننا الحاله الطبيعيه هي ان تقول انت قولا وارد عليك وان اقول قولا وترد... هذا هو الحاله الطبيعيه في جميع المجتمعات <applause> في جميع الدول وما نساوش باننا مازال ما استوعبناش بان هذا الانفجار الاعلامي اللي كاين دابا والتحول الاعلامي راه ولا عنده واحد المنطق اخر ما نقولكش فكر بالامس راه دابا انت مازال عندك هاد اللوجيسيال ديال البارح في اطار واحد التحول دابا اللي اي واحد ولا صحفي راه عندنا 17 مليون صحفي حساب في مواقع التواصل الاجتماعي راه مشاريع صحفيين راه تينشر تيدير عمليه النشر تعبر على رايه سواء في قضيه صغيره او في قضيه كبيره تيتاثر تيتأثر راه كاين واحد 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 انقلاب كبير على المستوى التواصلي والاعلامي وكلشي حنا إلى كنت انت رايك لعب والعار اللي جينا حنا وخرجناك من المله ولا خرجناك من الوطنيه ولا خرجناك للاسف هاد الاخرين اللي تناقشوا معهم هو اللي ولاو دايرين دايرين واحد واحد الخزان وحاشين فيه الوطنيه تيجبدوا يلوحوا على هذا عمر والمناضل ويضربوا به هذا هو المناضل وهذا ماشي مو مناضل وهذا وهذا تشهير حلال وهذا تشهير حرام وهذا كذا للاسف هو هذا الزعفران الحر غالي لا غير واحد الموضوعات اللي هضرت فيها ديال الحقوقيه تفضل تفهموا على واحد الحاجه راه الصمت ديالنا فيه راه قلت واحد النهار الصمت ديالنا فيها نوبل لان عندنا زملاء على كل حال مشدودين يمكن شي يتجاوب معايا لا يعطيك الصحه ما يمكنش يتجاوب معايا الله يعطيك حتى هما وداويه حتى هما الله يرحم الوالدين ولكن انت تستغل الاسم ديالو في الهجوم على عباد الله غادي تفرض على عباد الله انهم يديروا توضيحات آه. ويتناقش معك ويكسر لك هذيك الهاله ويكسر لك هذيك الاسطوره ف الانسان يقولوا عاد الله بشر راجي آه ونحافظوا آه على الحد الادنى آه الانساني بيناتنا آه آه عمر فقدوا علي اليوم الاخوان فقد اي اي استغليت دي مشدود مستقر. مشدود تبارك مشدود تقييد الحريه نتفقد شي حد هو لا يملك النفس. حق الرد عليك الحضود الحدود آه. آه. عمر يونس آه. ماشي اخلاق انا غنتكلم في نعاود نرجع لك المساله ديال اللي اثرناها قبيله عاد نتفاعل معكم فيما قلتم فيما بعد القضيه ديال كتمثلوا الدوله انا كاردوان الرنداني كنقول غادي نكون فخور وفرحان ببلادي اكثر اذا كانت المؤسسات ذاك الكلام اللي كنقولو انا يمثلها غادي بانه كان واحد النضج كبير نتمنى فعلا وساكون فخورا وفرحا ومنتشيا الى الدوله المغربيه ديالي كتفكر بالمنطق ديالي لسوء الحظ مازال لسوء الحظ هادشي اللي بغينا انا نبغي بلادي تفكر كيف ما كان فكر راه الا كان هاد المؤسسات اللي كيتكلموا عليها هنا بانه كتقول لنا شنو نقولوا مشينا بعيد الخوت راه مشينا بعيد زعما راه قطعنا اشواطا واشواط انا كنقول هاد الناس ضاربه واحد عارفين بانهم في مؤسسه اعلاميه اخرى ما غايكونش عنده الحب في انه يعبر على الاختلاف وما غايكونش واللي اللي قال على راسه سبع يجي ياكل واللي قال العصيده بارده يحط يدو فيها راه ما بقاتش في الهضره ما بقاتش في البيع ديال الوهم ما بقاتش في البيع ديال الشعارات اما ما قلتي يا يونس ديال الانزعاج ديال اللي اثار الاحتجاجات ونربطها بما قلتيه على المساله ديال الدولة واش كدافع على الدولة واش كدافع على نظرية حول الدولة واخا لنفرض انك تدافع على منطق معين لنفرض غا. لنفرض لنفرض انا كنتلقى التعليمات يوميا ديال شنو نقول ما تحترمنيش شكون انت في ملك الله بوحدك اللي خصني نصفقوا بوحدك اللي تستحضر التشهير بوحدك اللي تستحضر الاختلاف ولكنك تسقط في اول امتحان ديال التشهير الاختلاف الشريف انت مو السلعه انت اللي كتبيع داك الشيء كتبيع لنا كدير لنا الريكلام المفروض تكون مرجع كيف ما عطيت النموذج ديال الاخ ولا السيد ولا الشخص ولا الاستاذ اللي يدعي وكيلقى النقافات ديالو حتى هو انه يتعرض للتشهير لانه عبر عن موقف ولكن هذوك اللي كي هذوك اللي يوميا تنا هذاك ذباب الكتروني ديال المخزن ولا شنو؟ ولكن شي مخزن اخر مخلط شنو 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 بالضبط؟ حلال علينا حرام عليكم زيد عليهم الناس اللي عافتهم السياسه وارتكبوا مجازر سياسيه واللي باغي يبيض وجهه على ظهري انا اسمح لي اللي بغى يرتق شي باكاره يمشي يمشي لشي بلاصه اخرى راه الشينوا والتايوان وداك الشيء راه يديروا جبر الخواطر في جميع في جميع المجالات كيف ما قلت يونس في كل مره نحتفظ بالحد الادنى من الاخلاق في النقاش ولكن كل مره وكل حاله يثبت الطرف الاخر انك كتعقرو كتعكرو كي كتهرسو كي كيقول ويلي تمال مال هاد المخزن مربيين تمال هادو كاع ما سبوني لا تيبقى هادو كاع ما شهرو بيا ويلي خصني نهرس ليه ديك الصوره <تصفح> مابقاش عندهم شي طرف في المغرب يناقش معاه كيفيق الصباح كيبغي شي حد يتناقش معاه كيديرها 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 كي وراه نشوف مع هذا والقضيه الاحتجاج اللي قلتي يونس باش نختموا هذا الموضوع باش ما نطولوش فيه باش ما نبسالوش حنا لان غير كيدفعونا لهذا النقاش وما كنبغيوش ندويو ضربنا فيه. فيه. ساعه ماشي غير طولنا ورا طولنا ولكن على كل حال مره مره كنحطوا النقاط على الحروف لان الموضوع والله ما كيهمني انا شخصيا ولا النقاط والشكل وكل على الـ على الـ على, الـ على الخروف قلت لك قبيله يونس ويمكن الاختلاف الجذري اللي عندنا مع هاد الناس وكنقولوا علنا زعما كنقولوا علنا حنا مختلفون معكم في هذا الشيء كنختلف مع اللي كيقول كلامك وكيمشي يقلب على الشنطه ديال الفلوس واللي باع وشرا في اوراش مغربيه سياسيه وتخلص فيها ومن بعد ما اللي دماغه شي حاجه اخرى ونختلف مع اللي كيقول لك البلاد كحله الشريف انا كنقول لك البلاد ماشي كحله فيها مآخذ وعليها مآخذ اخذ ولكن ماشي كلها حريه النفسيه التي تخلق الاختلاف الجذري لانه النور ماشي عيب يحتاج الانسان بالعكس واجب المواطن انه يحتاج الضغط على المشكله دهر ما كاينش الدوله ما خصهاش تبقى مرتاحه المشكله ما كاينش احتجاج ما كاينش احتجاج ولكن ملي كيكون الاحتجاج ايونس كيفاش كيكون بالاخضر واليابس كيكون بالمنطق ديال كلشي شفار ود الحرام هالنتيجه فين وصلنا طول المغرب ما فيش غير الشفارة ماشي اي واحد داير الفلوس في المغرب شفار ماشي اي واحد <applause> عنده مسؤولية شفار كاين صفية الحسابات بمنطقة محاربة الفساد لا غير شوف اه ودابا لا سيدي ان يحارب الفساد اردوان اردوان راه ما نساوش واحد القضية جزء من هذا الخطاب دابا لا لا عاوتاني جزء ساكسر. من هذا الخطاب اللي تنعانيو منه اليوم راه احد المنتجين ديالو هو الفاعل السياسي

الا ما سبيتك راه ما آه. نربحش الشرعيه زعيم قال على يعني زعيم إلا اخر لو كاين ما شهرتش بيك واحد قال له راه انت من الاخر أيه. قال له انت تبيع الحشيش الاخر آه. تيقول إذن هذا هذا كذا اذا هذا كان جزء من اللعبه السياسيه ولكن هذوك الفاعل اللي كان خصو يعطي درس في شنو هو السياسي ما كانش يعطيه اذا انت اليوم هذاك آه الفاعل السياسي حبشي شويه وفرانه ولكن ذاك الخطاب راه تصدر الفواعل اجل الاخوان واحد القضيه راه ولا هذوك آه الناس اللي كانوا تيسمعوا لهذوك السياسيين صباحا مساء ولا عاود تيمارسو وشنو هو, هو العيب شنو هو العيب نقول انا لواحد داعش وواحد قايلها في البرلمان راه مشكله علاش العيب انا ما نقولهاش راه وشنو العيب نقول واحد انت فاسد وعلش 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 في البرلمان انت يا فاسد في البرلمان ويطلع كرشي هكا يقول لك ها آه هي كرشي خاويه في البرلمان علاش ما نقولهاش انا فيسبوك لذلك راه جزء من الخطاب اليوم اللي هو متداول راه نديرو الفاعل السياسي وجزء من المشكل ديال دابا وقالها يونس قبيله وازكي ما قاله وأنه انه كيجلس معاك بينك وبينه والله الا عندكم الحق في داك كم من واحد كيقول لك محظوظون لانكم قادرين تقولوا داك الكلام اللي, اللي كنفكروا فيه عيبه الله علاش القتل الرمزي القتل الرمزي ولا كل واحد خايف على راسه يخرج باش ما يجيش واحد يقول لك برافو باش تاكل العصا ومشبحنا شرج ليه مرتاح مع راسه ماشي معقول وكيقلب على الهوموز يا انا عندي اقتراح ايه ده دا؟ دابا هاد دا غرفه الغار اللي خاص الصداع كامل ما نبدلوش الكونسيبت تاع الاخوان ديروا قمار نديروا <applause> 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 عاوتاني المدربين لا, لا. آه. نديروا برنامج الاهداءات انا باغي نهدي اليونس آه هديني ها نقول له الو كنهدي اغنيه كذا وكذا حتى فاش غادي دير هذا يقول لك هذيك الاغنيه غادي يقول لك هذا تحول في البنيه السريه لا نحو 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 الهاء وكذا ولا شوف اولا القدره التبريريه والقدره ديال ايجاد دي آه دي دابا مثلا نديروا برنامج الاهداءات نطلبوا شي اغنيه ديال شيرين غادي يقول لك دابا وتلقاها تدوينات كيف ما لقيتهم تدوينات معقبه على ما كتبته اذا تبعوني انا في الهبال ديالي راه غادي يبداو غيتسطاو حتى هما معايا اذا ماذا تريد البنيه السريه من اغنيه شيرين؟ قرحي ثاني اه ثاني اذا آه صراع شو الاجهزه شوف بعدا شو <applause> <applause> لا موجز الكونسيبت قرحي <applause> ثاني قرحي آه. ثاني اذا كصراع ديال دي الاجهزه الاجهزه كصفت لي كود مع بعضياتهم عن طريق غرفه الفار وبالتالي ديك قرحي ثاني انه هي الاسم الحركي ديال شي عمليه دراري والله ما تقلبوا لي على التيكي ديال كاظم الساهر اللي بقيت ضربت معكم شي بريك ولا في طيح الدل على الحباس اقسم <applause> بالله العلي العظيم خلينا دابا المعقول هذا المعقول طيح <applause> الدل على الحباس مشدود كاظم الساهر في السجن وشوف غادي تجي من, <غادي> من مول البرقيل <applause> <applause> لا تا تا كاظم الساهر والله العظيم غادي يقول لك عاوتاني الرمضاني راه هذا كيصيفط شي كود لا باش تصند الكاديم الصاهر في السجن خصك الحمايه الاجتماعيه لا بعد اولا باش باش تصند الكاديم الصاهر يعني هذا الخطاب كله البنيه السريه تردم وشوف مع من احنا دابا واش دابا مع شي واحد قاصح ولا كاديم الصاهر ولكن لا لا, لا ولكن ممكن ممكن اه يا عمر تقول لي غادي تفرج في هذاك في سميتو طوطو في شي حاجه ديال okay. سمي هذاك اللي سميت هذاك اللي دار هذاك ديزيدروس ديزيدروس آه. او كاظم صاحبي كاظم الساهر في اطار رو... رومانسيه البنيه السريه الناس يقول لك هذا البنيه السريه كتعيش أه أشوف. وجه جديد أشوف. الوجه الناعم الوجه الناعم اللي <applause> ما سمعنا بها ودابا هذا تعول <applause> عليه ما سمعنا بها الاخوان مرحبا المستمع والمستمعات اللي التحقوا بنا شكرا لان مازال معنا دائما غرفه الفار مباشره على اذاعه ميد راديو الاذاعه رقم واحد بدا اجتهاد ماشي بطنوعير يعني على كل حال اش آه بغيت نقول يا عباد الله عقلت واحد النهار تذكرنا اش جبدنا في عز الازمه مع فرنسا وانا خرجت مني واحد الكلمه ديال باش انا دي فرنسا ياك يعني انا اليوم بغيت نعتذر بي نقول بان التقدير ديالنا وديالي شخصيا كان كان غلط ما فرنسا ما انا بولو. حنا اللي بزاف شدو دابا تاع باش في فرنسا ملي كنشوف المشاهد واكيد تابعتوها انتما في وسائل الاعلام والساده المستمعين والسيدات المستمعات اكيد تابعوها في وسائل الاعلام كنشوف كيف تحولت دولة بحجم فرنسا الاقتصاد الخامس عالميا كنظن اولا فهاد 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 العدد التقريبي اللي تعطي الدروس في حقوق الانسان كنشوفك تعيش نقول انهيار امني غير مسبوق انا كنقول الله يحفظ بلادنا الله يحفظ بلادنا وفي الناس اللي كان يقول لك اه فرنسا اه فرنسا آه. فرنسا دايره فرنسا دايره فرنسا دايره وفي نفس الوقت استغرب آه. شي لطاف زعما داكشي اللي واقع عادي في فرنسا كنو تصور كون كان واقع عندنا في المغرب لا قدر الله ويلي دابا هو بابني كاين كعيا لانه داكشي عندهم غلط في الادريسه كان كيتسنى يوقع هنا للاسف ولكن مع الادريسات الفات وقع له كمل يونس كمل كمل انت كتعجبك تهضر على فرنسا كيعجبك الحال لا لا انا كيعجبني الحال حين تتضح الصحه التوقعات والتقديرات اللي كندير في التحليل ديالي ومن حقي ان افخر وافتخر وافاخر بذلك لانه هو هضرنا على ماكرون تعينا وعلى هضرنا على فرنسا وتعرضنا لانتقادات شديده وكيف واحد العدد ديال المواضيع ومن بعد كتاخذ مسافه زمنيه وكتجي الاحداث وتتاكد اللي عاشوا فرنسا ما موالفش بالنسبه للدوله الفرنسيه والامه الفرنسيه المشاهد غريبه عليها تماما وكان إنه هو كاينه حركه اجتماعيه كبيره عند فرنسا المنطلق ديالها والمحرك ديالها هو الاحساس بالظلم هذه حركه اجتماعيه عنيفه السبب ديالها ماشي هو احتجاج على الغلاء الاسعار السبب ديالها ماشي هو قضيه ترتبط بخلافات سياسيه بين السياسيه وفيها دعوه الى اضراب عام هذا فيها مقتل قاصر برصاصه ديال الشرطي وهذا القاصر بالمقتل ديالو كان هو فعل غير قانوني ولكن حيا معاه واحد الذاكره كامله ديال العنصريه اللي كاينه في, في, في وسط الامن الفرنسي واللي على كل حال الامم المتحده كانت صريحه بالخصوص ديالها وهذا العنصريه اللي عطات الظلم تجاه المواطنين الفرنسيين من اصول مغربيه وافريقيه اللي كيسكنوا في الضواحي هادو عانوا من الميز على مستوى الحقوق على مستوى التعامل ديال الامنيه حيت انه وقت ما شقات البنات تيقدر يجي يدخل الدار يقلبها م -م. يقدر في الشارع كاين واحد الخنق امني خنق امني تما في التوحيد الفرنسية آه انت مدان الى ان تتأكد العكس مم. في الشارع يوقفك يقلبك هذا وكاين طيب هذا على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى التعليمي بالاضافه لانهم كانوا دائما موضوعات ديال التطاحن السياسي سواء في الموقف من الهجره او الموقف من الاسلام او الموقف من افريقيا هذه التراكمات كلها عطاس ان جزء من المجتمع الفرنسي لحامل الجنسيه الفرنسيه يشعر بالظلم وبالحقره والحركات الاجتماعيه القويه والانتفاضات الكبرى كيكون سببها هو احساس بالظلم وهذا الاحساس بالظلم اللي فجر هذه الاحداث لقى واحد الارضيه خصبه ديال هي توافق ما بين الدوله الفرنسيه والمجتمع وبان في الاحتجاجات اللي كانت ديال السفرات الصفراء في 2018 وبان عاوتاني في الاحتجاجات اللي كانت على اصلاح انظمه التعقيم بالتالي فبقى هذاك الشيء غادي كيتراكم كي كيتراكم حتى خدا هذا الشكل اللي فين غادي يمشي فين غادي الله اعلم ولكن هذا الشكل اللي خداه الان وضح انه الدوله من اجل الحفاظ على هيبتها ومؤسستها تستعمل جميع ادوات الاكراه المشروع مهم. واش 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 نقدروا واش نقدروا لي هذا السؤال بانه ما يحدث في فرنسا حاليا اثبت بالفعل بان الصوره اللي كانت مرسومه على النظام الفرنسي كتنهار صحيح هو آآ آآ لقد رابت الحفله كما خلاص لقد رابت الحفله لانه بخير. الربيع العربي في, في, في المنطقه ديالنا انطلق بمقتل بائع متجول هو البعزيزي في تونس والخريف الفرنسي انطلق بمقتل قاصر جزائري وملي كنقول انا الخريف الفرنسي لانه خريف الجمهوريه الخامسه الفرنسيه ان الدول هاد النموذج الجمهوريه الخامسه الفرنسيه وصل لمرحله الضعف ما بقاش قادر على ضبط المجتمع ديالو ووقعت فيه اختلالات كبيره وقعت فيه اختلالات كبيره على مستوى هذا وسط بحيث ان الشارع الفرنسي اللي كان كيتاثر بالجمهوريين والاشتراكيين من بعد ما انهارت هذه هاد القيوه هادي. وظهر واحد الفسيفساء حزبي ما الشارع فيه واحد الخطاب ما بقاش فيه واحد النخبه واحد الكاريزمات اللي يقدروا يسمعوها الناس لأن حتى ملي خرجت الناس كتهضر ما كاينش اللي يسمع لها. صحيح أنه كاين استثمار سياسي في هذا الشيء إلى غير ذلك. وكاين الجانب الآخر وهو انهيار كاع هذيك التوازنات الدستورية اللي كانت ما بين البرلمان وما بين المؤسسة ديال الرئاسة بحيث أن الرئيس الفرنسي الآن يشعر بأنه ملك مؤقت. الصلاحيات ملكية. وكاين هذا الانهيار ديال التوازن ما بين البرلمان ورئاسه الجمهوريه وبان انه فرنسا مشات في اتجاه نظام رئاسي متشدد هو عكس تماما كاين طابق مع التصور اللي كان عند دوغول في مرحله تاريخيه معينه من اجل تقويات ولكن من 1962 فاش داروا الانتخاب المباشر للرئيس بدينا كنمشيو نحو ديكتاتوريه الرئيس وهذه ديكتاتوريه الرئيس وهد بانت الان فرنسا وتصدمت مع الاراده العامه ديال الناخبين في الانتخابات التشريعيه بحيث انه يقدر رئيس الجمهوريه يجيب قانون ويفرض على البرلمان يدوزو بدون اي تصويت بدون شي حاجه كيف وقع في القانون ديال التقاعد اللي استعمل فيه الماده 49 من الدستور فكاين عنف قوة اللجوء الى القوة الدستورية في مجال ديال التشريع وكاين اللجوء الى القوة الامنية في المجال ديال تنظيم التظاهر وكاين اللجوء الى القوة القانونية في فرض الشريعة عمر لا ما ظل وقف في هذا الموضوع دابا هذه القضية ديال اغتيال ذاك القصير نايل هذه غير واحد الحلقة من واحد المسلسل طويل دخلته فرنسا منذ على الأقل 2017 وأنا ماشي المشكلة عندي في الجمهورية الخامسة الفرنسية ولكن عندي المشكل مع مع رئيس فرنسي اللي الاسم ديالو ماكرون اللي هو الرئيس 25 في الجمهوريه الفرنسيه منذ نابليون بونابارت واللي معاه دخلات فرنسا في كل المساحات هذه الجمهوريه اللي كانت تسمى جمهوريه الانوار دخلت لواحد النفق مظلم مع هذا الرئيس خسرت فرنسا امتدادات كلاسيكيه في افريقيا بل اكثر من ذلك انه بعض الدول عطات درس لماكرون وهو حاضر في بلادها ولقنته دروس وهذه مناطق تقليديه في ما وراء البحار ديال فرنسا <applause> العلاقات الكلاسيكيه ديال فرنسا مع المغرب وديك العجرفه ديال الرئيس والعجرفه ديال المسؤولين الفرنسيين خسرات المغرب بل حتى الخادم ديال فرنسا اللي دي هو النظام الجزائري بدا يقاوم هذه هاد هاد العجرفه الفرنسيه. فرنسا في عهد ماكرون اذا شفتوا التقرير او الاستطلاع ديال البارح بان فرنسا خسر 75% من الفرنسيين تيعتبروا بانهم خسروا بانتخاب ماكرون. هذا هو العنوان اللي كان في الصحافه الفرنسيه. بمعنى تيشوفوا رئيس خسر دبلوماسيا ما كاينش ملف دخل له ربحوا شفتوا اوكرانيا الفشل في النزاع شفتوا عقلتوا على الملف ديال ليبيا أه لبنان تدخل ديالو في لبنان وكيفاش أه هذا في هذا الشيء ديال تايوان في هذا الشيء ديال العلاقات ديالو مع مع ايطاليا مع تعرفوا بانه كاين نوع من من من, من البروده حتى مع اسبانيا مع الموقف ديالها من المغرب أه عنده مشاكل ومتاهات داخليه لي جيلي جون ها هو هذا الشيء ديال نائل هذا الشيء الضمان الاجتماعي هات... بمعنى شنو هو الحل انا متفق في واحد النقطه قالها يونس وهو نوع من ال الاحتماء وراء القوانين الزجريه تعرفوا بانه من 2017 دار واحد القانون ديال استعمال السلاح وسع القاعده ديال استعمال السلاح إيه الى درجه ردوا واحد العمليه ديال القتل صافي وهذا الشيء اللي كان مع هذا مع هذا الشاب لانه في جميع الحالات هذا الشاب شنو دار في اخر المطاف خرق القانون ديال السير وخرق القانون ديال التجاوب مع السلطه عدم الامتثال عدم الامتثال اذا هذو هما هل التناسب يفرض انك تقتل واحد ما 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 ما, ما وقفش الضوء ولا ما 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 قدرش يوقف ولا كذا اذا ولا واحد واحد الحضور ديال ديال الدوله بقوه النصوص مم. الان هذا الشيء اللي توقع في 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 فرنسا انا تنظن بأنه غيكون مقدمه لنصوص اشد وهذا وهذا اللي سيوقع في فرنسا خصوصا مع هذه الحاله ديال التمرد وهذا دي الشيء ديال الاحتجاجات وما يصاحب ذلك من تجاوزات غادي يكون مقدمه لمنظومه اولا قانونيه صارمه وثانيا غادي يفتح الباب على مصراعيه امام اليمين لانه الان هناك نوع من آآ آآ المد اليميني في اوروبا كامله وتنظن بانه فرنسا فرنسا على الاقل هي واسبانيا ضلا تي تي, تي يديروا نوع من العقلانيه في التفضيلات الانتخابيه على الاقل في الانتخابات ديال الدرجه الثانيه كان تيمشي كل شيء نوع, نوع من التيارات اللي شويه مم. وسطيه وهذا دابا لا اسبانيا يمكن يتفتح باب اليمين فرنسا يمكن يتفتح باب اليمين وتنظن بانه هذا الشيء اللي هذا اللي, هادشي اللي فيه فرنسا ولكن الاهم من هذا الشيء الاهم من هذا الشيء وهو انه ذاك الصوره اللي اللي عندنا على فرنسا بانها دوله ديال الحريات وديال الحقوق وبانها تعطي الدروس للاخرين في احترام حقوق هذا بالنسبه لي هار. هو مربط الفرس مع عمر وايناس نهار ماشي لاننا تنتشفوا فرنسا بالعكس واحد ما يبغي ان فرنسا لا لا توقع فيها شيء لا 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 وماشي في صالح اي واحد فرنسا يوقع فيها كي ولكن نهار لانك انت كنت تتعامل بورقه حقوق الانسان بنوع من الكيل بمكيالي الابتزاز ديال الدول كنت ستلعب هذا تتلعب بورقه هذا للضغط للابتزاز للمس بالاستقرار لضرب المؤسسات ديال الدول غنبني على هذا الشيء اللي قلتي عمر وشكرا ليونس للتحليل ديالو انا ذاك النهار قلت غادي نشوف قناه فرونس 24 كيفاش كتغطي عاد ما يحدث في فرنسا تعري ماشي تغطي اه فبالتالي كنتسنى انا كنت اتوقع في الويكاند الجمعه بليطو كنت اتوقع بانه غادي نلقى واحد البث خاص فيه تغطيه لانه ما تشهده وتعيشه فرنسا حاجه استثنائيه يعني لو واحد الشهر قلنا واش ممكن فرنسا تعيش حاله ديال الاضطراب من هذا النوع صوراش ما يمكنش واخا واحد العرافه كانت نبات بها قالت <applause> <مم. تصفيق> لهم راه غتكون تظاهرات في فرنسا فاذا بك سنة لقيت برنامج ثقافي كيتكلموا على شي امور مزيانه مفيدة في وقت الإستجمام دازت نشرة أحوال الطقس عاد غاتجي نشرة الأخبار العادية في وقتها العادي اللي كتكلم على أحداث الشغب تعبير ديالهم التي تضرب بعض المدن الفرنسية بديت آه كنقول مع راسي واستحضرتها صراحة كم من واقعة عاش المغرب لما نسمي فين وقتاش وشفنا التغطيات والبرامج الخاصة والنشرات الإخبارية والضيوف اللي عبر الهاتف واللي في عين المكان وعبر سكايب و و و و و باش نقولوا للمغاربة اشنو واقع عندكم في بلادكم؟ انتفيضوا انتفيضوا كيبان انه وده ماشي مستغرب زعما على كل حال ولا يثير المفاجأة هذيك قناة فرنسية رسمية تدافع عن الطرح ديال الدولة الفرنسية التي تمولها وهذا حقها ماشي كاين في العالم كامل غير كيف كنا كنقولوا دائما بركة من المزايدات على واحد البلاد سميتها المغرب واش دابا الوضعيه التي تعيشها فرنسا بدك المشاهد التي تحيل الى دول العالم الثالث هادشي واش يؤهلها زعما دي بالمغربيه ديالنا واش مازال عندها الوجه نهار اخر تخرج عند المغرب وماكرون يعطي تصريح حول احداث الريف كيبقى نقاش النخبه ديالنا التي كانت تحترف تقتر الشمع على بلادها عبر فرونس 24 حاشاها لكم شي حد دابا حاشاها لهم شي حد يقول لهم نسمعوا رايكم ياك راه جزء. جزء من المغاربه عايش في فرنسا صحيح وكاين اللي عايش في فرنسا وكان كيمشي كيحلل امور ما كيشوفهاش وما عايشهاش كيقراها في الفيسبوك لهذا يونس نرجع اللي قلت لك قبيله فاش تكلمتي على الاحتجاج قلت الاخطر منه ماشي واش كون ياثر اخطر منه هو فاش كيكون الاحتجاج بزاف ديال ديال الشحن وما كتخليش الانسان كيميز بين العقل وبين ديك العاطفه الفجه اللي كتعطيك راي عام شرس وديك الشراسه كتكون بعض المرات عدوانيه العدوانيه عدوانيه اذا بان بانه فرنسا ماشي بوعو لا ماشي يخلعنا لا شوف نقدروا نقولوا لها فرنسا طبيبة بدارك عاد شوفي باب دارنا احنا هذه هذه ما ما فيهاش النقاش فرنسا في التدبير ديالها لهذا الشيء ديال لي جيلي جون وهذا الشيء ديال هاد الوفاه ديال هذا الشاب في من القضايا الاجتماعيه بانت بانها ماشي نموذج ماشي نموذج وما يمكنش تكون استاذه تتعطي الدروس في هذا الشيء بعد ولكن ما نساوش انه في النقاش دابا اللي انا يمكن فرنسا 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 كانت وظيفتها هي هذه هي الدعايه ماشي الاعلام الدعاية, الدعايه لا نكونوا متفقين عليها زعما وهي, وهي, وهي وهي اليد اللي تتحرك بها فرنسا ولكن في الاعلام الفرنسي كان نقاش كبير كان نقاش كبير حول أي. حول الاحداث وكان نقاش كبير حول تقييم السياسات وكان نقاش كبير ولكن في نفس الوقت عاوتاني كان نقاش كبير حول الدوله اولا بما فيهم اليمين المتطرف بما فيهم اليمين المتطرف الدوله اولا المؤسسات اولا اولا وهذا لا يعفي فشل السياسات ولا يعفي السلوكات الفرديه وانا شفت اليمين تمايا وتفرجت بحالي بحال المغاربه كيفاش انه برلمانيين من الحزب ديال لوبان كيفاش يدافع على انه هذا السلوك مدان ولكن يمكن يكون سلوك فرضي ما تبنيوش عليه المؤسسه كلها الامنيه لا يرضي. كان نقاش كان نقاش حقيقي في, في الاعلام الفرنسي ما كانش الاستثمار في جثه الرجل غير هما اش يدير لك هما هما بحال تيديروا ديك العمليه ديال ان الديمقراطيه هي منتوج فرنسي وبان المغرب ودول اخرين شارين غير راه غير غير آه كل شيء غادي آه زعما اي حدث وقع فيه ما غيدخل ما ممكنش نغلفه بهذه الديمقراطيه آه. اللي عندنا حنا زعما الى الى وقعت شي حادثه في المغرب لا ماشي هي كما وقعت في فرنسا لا حنا ديمقراطية هذيك فرنسا معزوله عاد إحنا... نتذاكروا بالاساليب ال... الديمقراطيه واللغه الديمقراطيه و... ونتفهموا بعضياتنا ونتفهموا المؤسسات اما الى وقعت في شي دوله اخرى هذيك راه دوله آه. آه. خارج خل... القان... خارج آه. القانون ساعات الاخوان فرنسا ما انتجتش الديمقراطيه فرنسا انتجت الدوله انتجت الاداره اللي انتجت الديمقراطيه هي بريطانيا وهذا الشيء فيه راه في العلوم السياسيه موجود جات البيروقراطيه البيروقراطيه <applause> الإدارة. حتى الثوره الفرنسيه هي انتهت حتى هي الدوله ل... 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 الديمقراطيه هي منتوج بريطاني تاريخيا صافي نسدو هذا لذلك لذلك غتلقى فرنسا في حاله الاحداث كتعطي الاولويه لانقاذ الدوله على انقاذ الديمقراطيه داكشي علاش باغي تدخل وكتمشي <applause> في اجراءات ديال الدوله ماشي ديال الديمقراطيه الا بغينا نستافدوا من هذا الاستفاده الاولى هو ان الديمقراطيات ملي كتلحق عندها المساس بالدوله كتستعمل جميع ادوات الاكراه المشروع بما فيها التعزيزات الامنيه بما فيها الاعتقالات اللي تلحق 300 500 واحد وتلحق 2000 بما فيها الجيش بما فيها التلويح باعلان حاله الطوارئ وهو امتداد لنفس الحاله اللي الدوله كتلجا فيها للعنف الدستوري ملي كتشوف بانها ترى المصلحه احسن مما يراها المجتمع في فقاع في القانون ديال التقاعد اسمح لي يونس نقطعك في المتابعه ديال الاعلام الفرنسي شي حد قال قوه القمع الفرنسيه؟ ما. لا ما كايناش صافي ستينا هذه آه هذه آه آه. الخلاصه الاولى الخلاصه الثانيه هو انه ما يعتقد شي حد بانه كاين دوله قويه الى ما لا نهايه الدول بحال بنادم كتمرض آه. كتكبر كتشيخ كتضعف الدوله الفرنسيه كتبيا بان الضعف يمكن ان يصيب الدول مهما توسعت ومهما كانت امبراطوريات ومهما كانت قوات قوى استعماريه الدرس الثالث هو ان الانتفاضات الاجتماعيه الكبرى والحاده كتجي من الحقره كتجي من الاحساس بالظلم يقدروا الناس في اي بلاد في اي دوله في اي قاره يصبروا على الغلاء يصبروا على الجوع يصبروا على النقص ديال البصله يصبروا على اللحم ما يصبرش على الظلم ما يصبرش على الحقره واضح كاين فيها وكاين المساله الاخرى وهي ان المستوى الداخلي ديالنا الاحداث ديال فرنسا دارت عاوتاني واحد الفرز ما بين وليدات فرنسا الذين لم يحركوا ساكنا في التعليق على الاحداث قلبهم كيتقطع كي لان لا ديالهم ولا لا ديالهم ماماهم في ازمه من احسن العوام، الابناء تيبغي يتعاطفوا مع الام ديالهم تيقدر يكتب لك على المغرب بالشتي <applause> 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 في الرديف ولكن لا مامون فرونسيز أو حساء حساء كيسد عليها فمو وكاين واحد النوع اخر المحتمين بفرنسا اصيبوا بالدهول اصيبوا من هول ما وقع كانوا ينتظرون ان ذيك الانتفاضه غتوقع في المغرب كانوا كيتسناو توقع في الدكره ديال العشرين 20 ديال 20 فبراير يجي فاتح ماي وكانوا اخر ما كيتوقع هو 20 يونيو فاذا به كتخرج ليه في فرنسا والدرس الاخر هو ان لان ماكرون جاب خطاب ديال التدبير الاقتصادي دي داكشي اش كيسميوه رئيس الدوله ديال الاغنياء هو خصو الخطاب, الخطاب الاقتصادي بوحدو وخطاب تدبيري بوحدو ما تيكفيش في التاطير لانه يعني كتجي الازمات كتجي تقلبات الظرفيه خاصة السياسه خاص السياسه خاص انتاج الخطاب السياسي الدول دايره بحال شي واحد كيمشي على جوج عكاكز واحد هو الاقتصاد وواحد هو السياسه دابا فرنسا بارك علينا فرنسا هذه الضريبه ديال الخروج من واحد المنظومه كلاسيكيه في فرنسا اللي كانوا حاكمينها حس حساب تقليديه صحيح واللي كانت تنتج اطور بحال ميتيرون بحال شيراك بحال جوسبان بحال كذا دابا انت امام بانكي واحد رجل بنكا جا ميسا لانه السياق كان تيخدموا لذلك اليوم هذا الصراع اللي اللي كاين في فرنسا راه يمكن يتحول الى انه يجي واحد من اليمين يدير عاود شكرا عمر نبغيو نقولوا بالمناسبه برافو للمنتخب المغربي الاي 23 اقل من 23 سنه التاهل ديالهم نصف النهايه غيلعبوا نهار الثلاث نصف النهايه مع مالي نتمنوا لهم التوفيق آه ربحوا ان شاء الله غادي يتاهلوا الاولمبيه و... المدرب صدقه اصدق تا هو سميتو الشرعي <تصفيق> <تصفيق> والله العظيم الكوتشينغ ما عطيني الشرعي راه كاين اللي غيخرج عاوتاني يقول لهم لا ذاك ذاك المدرب ديال الايران راه يمشي بحاله شوف يقول لهم ما منتخب ما والو علاش كيدربوا الشرعي دابا راه دابا راه حدهم وصلوا معاك للحبس قلب على شي حاجه اخرى تقلب على شي حاجه اخرى راك تقلب على شي حاجه اخرى راه وصلوا معاك للحبس لا هذا الشرعي ديال الايران 3 من العيون سيدي ملوك هي العيون الشرقية دي العيون ديال الأقاليم الجنوبية و شفتوا في لي كونفيرونس دو بريس ديالو تبارك الله واحد لا لا. يعني. واحد الرزانه واحد التباسه واحد الصواب وداك الشيء الله يوفقك دابا تبارك الله دابا الكره سبحان الله زعما مصدر زعما انا نعاود هذه دابا راه مصدر الفرح ومصدر هذا راه ولات الكره اه طبعا راه <applause> فرنسا لحقت الفينال ديال الكوب دي موند وفينال الفرحه مادام سته شهرين ولا ثلاث شهور ودابا المهم في هذا المنتخب الكره الكره كتجيب بحال شي خضره فوق الطعام كديكوري بها خص الاساس يكون شوف صحيح شوف صحيح. شوف, شوف. والمهم في هذا الفريق هو انه غادي يغدي لك المنتخب شي سميات لا طبعا شي سميات الخلاف موجود شو. الخلف الخلاف موجود ولكن كيف قال يونس آه واحد الوقت كنا كنقولوا صافي كورتنا هي هذه كتشبه بلادنا كيف ما كنقولوا صحافتنا كتشبه بلادنا كيف ما كنقولوا صحافتنا كتشبه بلادنا ولكن قلناها مرارا وتكرارا الـ 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 التطور الكورة هذه الوجه للصورة اللي عطات على المغرب ما خصش تكون فقط على الكورة خصها تكون على آه. البلاد كاملة بزاف د الحوايج دابا رضواني غير نكون عاود عاوتاني شوية منطقيين دابا هاد الكورة الدرجة آه. اللي وصلنا لها واش طاحت علينا من السماء لا إذا كان القطاع كيدبر كاين شي تدبير طبعا حناش قلنا اذا كل قطاع يدير خدمته ما ماشي كل قطاع فيه الصحه يدير خدمتها التعليم يدير خدمته راه شنو ساعتين الكره ستعطينا واحد الدرس بانك إذا زرعتي شي حاجه غادي تحصد شي حاجه مزيانه راه هذا هو الدرس اللي تاتعطيك الكره طبعا كان يمكننا نقولوا بانه المنتخب ضربه حظ في المونديال المهم جات قال سميتو بونو كنا قصارين توصلنا للفينال ولكن لقا... من منين... تلقى القطاعات الاخرى كنا قصارين تلقينا البكالوريا المغربيه تلقى... احسن ما كاين تلقى البنات واصلين للمونديال تلقى الشبان لعبوا الفينال في, سميتو في قل من 17 عام 17 جزائر <applause> كرة الصالة دات كاس هذا ومن العشرة الأولى في كاس العالم تتحس بأنه منتوج ديال السياسة من مع ذلك ودير خدمتك أخويا شوف منتوج ديال السياسة ما ما غنفيوهاش ولكن في نفس الوقت راه ملي كتشوف الوضعيه ديال البطوله راه مازال كيبان لك واحد التفاوت طبقي في الكره تفاوت ولكن أه؟ ماشي هو هذا المهم لا مهم عندي لا شوف هذاك 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 الكره الوطنيه خصك دير لها سياسه باش هادشي كنقول لك ولكن دابا انت بغيت تنمي الاقتصاد راه غتمشي للاستثمارات الاجنبيه تجيبها بحال اللي ما يمشي العيبي الاستثمارات خدم الاستثمارات وجيب الاستثمارات باغي تقوى الاقتصاد باغي دير الصحه مزيانه افتح عمر نقول, نقول لك واحد الحاجه اسمح لي يوسف غير النقطه ونخليك تكلم أه السعوديه انتبهت الى انه الاستثمار في النجوم ديال العالم ديال الكره احسن ليها من عرفت اشنو ردت رونالدو راك ما شكون غادي زياش كان غيمشي وزيد 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 وزيد, وزيد, وزيد وشيطان عليهم فلوسهم لا ولكن رجعوا لا 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 اسمح لي التاثير اللي كديروا التصاور ديال 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 هي ديال, ديال مولات خيمه رونالدو سميتها جورجينا ياك جورجينا التاثير اللي كيديروا على السعوديه جورجينا ماشي جورجينا جورجينا اختلفوا الرفيق في هذه النقطه جورجينا جورجينا وعلى حساب دابا شنو كانت لابسه تقدر إذا كانت لابسة إيوا شو تقول شوف البنية السرية شو تقول <applause> هادشي بالعناء اختلاف الأجهزة في باش مزيان كم مرة مرة تختلفوا في مواضيع حيوية بحال بحال جورجينيا وجورجينا لا قلت لك الاستثمار راه ماشي شي حاجة زعما غير شقات لهم لا لا. للهو لأنه عارفين تخدموا الصورة والصورة عندها مصدر ديال الفلوس عاوتاني راه استثمار احنا مازال عندنا صاحبي الهواية ماشي في اللعب الهوايه في التدبير الرياضي عند الانديه أيوة ديالنا راه أيوة أيوة. مشكله كيما قال يوزيك مرعش اللاعب ما يخلصش اخويا الضريبه علاش اخويا جيت حكر عليا انا نخلص لك الضريبه علاش اخويا تخلص المقاول الصغير يخلي كيدخل 10000 درهم الشهر يخلص الضريبه واحد اللي كيسني ب 400 500 600 مليون كلشي كيدوز في الكونت ديالو ديال وديل الرئيس وديال الفريق وما عرفنا داكشي فين كيمشي وخد الدعم من من المؤسسات العموميه ومن المال العام ومن الجامعه ومن المستشهرين ومن المتبرعين وداكشي الشيء فين كيمشي التدبير الاحترافي ما كيكونش بهذه الطريقه وماشي شخص اللي غيدير هذا الشيء اللي غيقاد وماشي بالقانون فقط هذا من الاوراش ولكن هذا لا ينفي بانه الكره والمجال الكره يكون مجال للرياضات الاخرى راه ماشي معقول انه قطاع رياضات اخرى مازال في حاله استثنائيه اللي كنا متعلقين فيها في وقت ما القوى اه كنا مزيانين على كل أخير أه أخير. شوف آه شوف اه طبعا سي الوقاري تبارك الله عليه الله يوفقه آه انه في هذه النتائج الكرويه اللي درنا كاينه سياسه سياسه كرويه لكن سياسه بوحدها ما كافياش كاينه السياسه ولكن في المقابل ديالها كاين معها المواهب كاينه موارد بشريه وهذه المواهب الكرويه ديال الشباب المغربي هي اللي أعطت لديك السياسه مضمون ومفشول صح مشكلة في المجالات الاخرى شنو نعطيك غير في السياسه السياسيه في 2011 كانت السياسه ديال التنميه الديمقراطيه دار فيها دستور دار فيها تحرير اللعبه السياسيه دار فيها تنقيه الاجواء الحقوقيه ولكن اللاعبين السياسيين ما كانتش عندنا فيهم المواهب السياسيه. ايه دابا شوف دابا انت وبالتالي كاع الفلوس اللي تخسرات في الدعم السياسي السياسات اللي دارت في هذيك الفتره طاحت في يد اللعابه كنت نقول واحد جوج الاسماء اللعابه في المنتخب ونقول عدو بالله من لا لا خليهم بلا ما طاحت في لاعبين سياسيين ما عندهمش الموهبه. شوف يونس شي بعد المرات راه كيدايرو اللعب الخشن السياسه ما السياسه الموهبه راه شي المرات يونس تيكون عندك المواهب وما تعرفش كيفاش تستغلو دابا نعطيك انا مثال بسيط دابا شنو هو الدرس اللي ديال ديال المنتخب هو انك استطعتي حفرتي هنا في, في, المغرب ما لقيتيش لعيبيه مشيتي تحفر في جوايه اخرى وجبتي لعيبيه ديالك مغاربه طبعا اذا هذا هذا تدبير جيد عندك عدد من عناصر القوه في المغرب اللي كنت تحفر فيها تخلق الثروه عندك 3500 كيلومتر ديال الشواطئ كون تخدمهم شي شويه يقدروا يجيبوا لك الثروه عندك بنيه مائيه اللي يمكن تخدم فيها راه تنتج الثروه على ذكر هذه النقطه باش حوايج كثيره اللي يمكن المغرب يخلق, يخلق بهم الثروه الكره هي واحد الحاجه سامبوليك اللي ستعطيك غير الدروس غير متعلم متفقين على هذا الشيء في واحد ثلاثه ديال الدقائق واحد فيكم اللي كان على ما سمي مسيرات العطش في بعض المدن. كتبت ولا غير من نهار سي ابراهيم سي ابراهيم هذا الشيء كاع ديال المسيرات والعطش عند سي ابراهيم تفضل سي ابراهيم الموضوع الموضوع. أنا عام 2006 نعرف الجماعه الترابيه في تاونات خرجوا السكان العشرات ديال السكان في مسيرة احتياجيه لان ما كانش الماء وهذيك ال ال تاونات بولمان. طيلة هذه الفترة كان عندهم مشكل حقيقي ديال الماء وأنا قلت بأنه هذه المشاكل ديال الماء هذه غير البوادر الأولى ديال مسيرة العطش لأنه العام اللي فات كان الجفاف عندنا نقص غير مسبوق في المياه وعاوتاني هذا العام جاف وغادي نحسوا به في العام الجاي فواحد العدد ديال المناطق ديال المغرب غادي تضرر وغادي يكون عندها وبدا بعض المناطق يتقطع فيها الماء وغادي تقطع الماء مستقبلا وغادي تلقى بعض الدوائر في العالم القروي الناس ما عندهمش الماء وغادي تخرج احتجاجات ولو انه وصلتني بعض المعلومات مع الناس تقول انه السلطات دارت مجهود في تونات وجابت للناس الماء مسد ولكن مشاف في زراعات اللي كتستهلك الماء وما بقاش الاحتياجات الاساسيه ديال ديال السكان فبلادنا دار فيها مجهود فيها الان سياسه واضحه راهم خدامين فيها ولكن تيخص الاسراع في الزمن لان الوتيره باش غادي الضرر ديال نقص الماء والضرر ديال العطش ما غاديش يتسنى الوتيره الطويله والمتوسطه المدى اللي كيطلبها الجهاز البنيه التحتيه ديالها عمر دي. عندك ما تضيف في هذه النقطه لا انا فاش كنت يهضر يونس اه شفت واحد السؤال برلماني اه غير اليوم الصباح اه موجه للوزير دجيز تيقول له ان هذاك السد ديال سهله اللي اللي تتهضر هذا اه اه كان خص دار فيها واحد المحطه ديال معالجه المياه الصالحه للشرب كان خص السد كان خص المحطه تخرج في 2022 عام هادي دابا في يونيو 2022 وهذيك المحطه تيمكن يعني تعطي الماء لشي خمسه ولا سته ديال الجماعات كبيره في ديك المنطقه ما دارش مشروع ما دارش دابا انا راه هذا هو راه هذا هو, آه. هو المشكله راه هذا هو المشكل راه فاش اولا هاد التعهدات وهاد الالتزامات ما تحترمش وما تحترمش في موضوع في موضوع حيوي ومصيري تيمكن لك اه اه توعد بانك غدير واحد لوتو لوتو ما ديرهاش يمكن يصبر الانسان قنطره ما دارش المسالك اه المسالك طرقيه ما الماء صاحبي ولذلك فاش نشوف انا بحال الاسئله اول سؤال يطرح عندي انا اين المساءله؟ إذا كان هذا البرنامج خصو يخرج في يونيو 2022 ديال محطة معالجة المياه بتازة وما دارش أول سؤال علاش ما دارش؟ وخص يكونوا مبررات كافية ومقنعة ديال أن هذه هذا البرنامج ما دارش باش الناس ما نهار يخرجوا ويحتجوا عليك تكون عارف بأن سبب المشكل هو انت نقاط غنضيفهم بسرعة وبهذا الموضوع باش غادي باش غادي كنعاود نحيل الى الخطاب الملكي في افتتاح الدوره البرلمانيه اللي قال بصريح العباره المغرب يعيش جفاف هيكلي جفاف هيكلي يعني جفاف مزمن بطريقه اخرى بحال شي واحد فيه مرض مزمن اش كدير مع المرض المزمن كدبرو كتعايش صار معاه وماشي كتقول ما سوقيش فيه لا فيك شي مرض مزمن كتكون المتابعه الطبيه كيكون الريجيم كيكون هادي كيكون هادي كيكون هادي الترويض اللي خصو الترويض اللي خصو علاج خاص اللي خصو هادي هذا مساله مفروغ منها وكنحيل كذلك على ما قالوا نزار بركه وزير تجهيز الماء العام اللي داز كنظن تكلم على انه بزاف ديال الامور اللي كانت ضمن المخطط اش كتسمى البرنامج الوطني للماء كان المفروض ان الدار ما دارتش انا شنو الاستراتيجيه الوطنيه للماء انا شنو اللي صدمني ان الموضوع مرة, مره مره مرور الكرام اما هذيك في مؤسسه برلمانيه تحترم نفسها ها في خصو الحقائق اللي ها نشوف كل اللي كي كيحل علينا فمه ها نشوف كل اللي كي كيزيد علينا ولكن باش تتسبب في العطش لبزاف ديال المغاربه وفي الجفاف بزاف ديال الاراضي الفلاحيه ملصقه في الدلاح الدلاح كتصيد اه <تصفح> راه مشكل رايح كبير فاش يجي يقول لك اليك... اكثر من 30 مع... سير اودي غا الميكرو بعد انت اكثر اكثر من 30 سد ما تصيدش دابا دابا شوف في شي دوله اخرى هذا القرار <applause> راه تيترتب عليه الريوس يسيطروا راه مشكله مشكله علاش ما تصدق ما تصوبوش اذا إيه كاين كاين مبررات تقنيه وماليه غنشرحوها ونقول للناس إلا الى الى مسؤول ما دارش خدمته ولا مسؤول فوق مارش ولا كذا راه امام مسؤوليه تقصيريه امام التجاوزات هذا تهضر معاه معا يقول لك الدلاح والافوكا والبتيخ هذا هو الاشكال اللي قلنا المخطط الاصفر والمخطط الازرق عاوتاني جزء من مشاكل المغرب كاين في سياسه تخرج ولا ولكن... حدا يريد ان يتحمل مسؤوليته في نفس الوقت المغاربة خصهم يفهموا بانه الجفاف دابا عايش ما عايش معلوم. معلوم. بانه الازمه ديال الماء ازمه قائمه ويلا لا قدر الله وقع الخصاص في شي مدينة أو في شي منطقة ما كانش الماء راه مشكلة داك الساعة ما غنطلب لا من القايد يجيب لي الماء ولا راه الماء كاين ولا ما كاينش ما عنديش ولكن بره. هذا لا يعفي طبعا الحكومة دورها الأساسي هو هذا أنا أؤاخذ الحكومة في مسألة واحدة التواصل والتحسيس بالشرح بال 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 والتوضيح الأزمة مازال ما, ما كاينش أنا حالة ما يسمى حالة طوارئ حالة عادية ولكن على مستوى العام ما كان ما كنلاحظوش هذه النقطة بأنه دابا و... ياك عندنا مشكل عندنا مشكل الماء عندنا كنا واحد 3500 كيلومتر ديال البحر اللي يمكن نخرجوا الماء ونديروا التحلية وما درناش درنا وما درناش دابا ديال الوقت ما درناش ما درناش نفس المشكل عندنا في الطاقة جبنا واحد القانون البرلمان سميتو الانتاج الذاتي للطاقه شنو هذا الانتاج الذاتي؟ ان الناس غادي يجيبوا واحد لي بانو سولير أيه؟ ويبداو ينتجوا الطاقه باش تخفف يضويو ويعطيو للمكتب الوطني ولا اي مؤسسه بتدبير هذه هاد, هاد الماده <applause> هذا دار واحد القانون هذه واحد ثلاث سنوات لحد الان ما خرج فيه حتى شي قرار حتى شي قرار واحد النهار غتولي عندنا ازمه ديال الطاقه بشي مشكل سمح لي راه كانت عندنا اسمع اي لا تجي تولي حاده تولي حاده راه كان دابا غيولي عندك مشكل شوف غيولي عندك مشكل ماشي انقطاع غير المياه فقط انقطاع الاناره مع ما يترتب عن انقطاع الاناره من عاوتاني مشاكل ابنيه مع العلم اننا دابا تيمكن الدوله تدخل وتحفز الناس ويديروا يشتغلوا على واحد الخير مم. عطاه لنا الله اللي هي الشمس ونوليو على الاقل تنربحوا واحد شويه ديال الطاقه الوغ غادي نبقاو عاوتاني جالسين ناعسين في هذا الموضوع تا عرفتي يا عمر نبداو نتجاراو اه لا ودرنا القانون ودرنا عمر باش نختموا والله العظيم الى هاد هاد الشيء اللي كتقولوا دابا مؤلم علاش؟ لان الجرائم السياسيه التي ترتكب ولا يرتكبها بعض الفاعلين السياسيين هي من اللي كيحرفوا النقاشات الحقيقيه عوض ما تكون المجهود الجماعي على كيفاش نلقى تدبير المشكل الطاقه مشكل الماء مشكل ديال الامن الغذائي هما عوض ما يكون المجهود غادي في هذا التوجه لا تناقرنا نتناقروا على المعقول غادي يمكن نقاشات هامشيه انت شفار انت ولد الحرام انت باندي انت كذا وكذا غدا ملي كيما قال عمر يتفضوا في الزنقه شكون دار هادشي؟ حنا كل شيء يقول لك لا حنا اللي درنا آه كل شيء غيدور ظهرو كل شيء غيدور الله يلطف الله يلطف والله يرحمنا من عنده يا رب العالمين شكرا باغي نزيد شي كلمه 30 سكوند امين لي سي يلا سيدي بغيت غير نقول واحد الحاجه بالزربه هو ان احراق القران الكريم او لا احراق الانجيل أو لا إحراق التوراة ماشي وجهة نظر ماشي رأي ترشيد طيب. تعددية هو طيب. عنف طيب. هو عنف رمزي يستعمل كعدوان على معتقدات ومقدسات مجتمعات وشعوب أخرى وهذا طيب. فعل لا يمكن تبريره بأية مرجعية مهما كانت سواء مرجعية حقوق الإنسان ولا مرجعية حرية التعبير ولا لان شنو هو الفائده وشنو هو العائد من هذاك الفعل سوى انه يعبر عن عن كراهيه عن عنصريه عن البغض عن غياب الحضارة عن غياب عدم القبول بالآخر عن حالة مرضية عن حالة نفسية وذهنية مختلة لذلك لاحظنا بأن جميع الأمم والدول على المستوى العالمي أدانت إحراق المصحف الشريف من طرف أحد المتظاهرين في السويد وهذا المجال كيتجمعوا فيه اليهود والمسلمين والمسيحيين. فوت لي المقدسات ديالي نفوت لك المقدسات ديالك لان ما يعتبر انت بالنسبه لك شي حاجه لا معنى لها هو كيان ديال الانسان الاخر والكينونه ديالو وبنفس القدر بنفس القدر هذا مجال ماشي ديال تختلف فيه مع الجماعه الوطنيه ماشي ديال دير فيه البوليميك السياسي ماشي تزايد فيه على المخزن في حق الامارات المؤمنين غير حيت انت مخزن وانا ما عنديش معك. شويه ديال التعقل شويه ديال الرزانه حتى الانسان اذا كان علماني ولا كان ملحد ولا لا ديني فكاين شي امور كتفرضها المنطق كتفرضها المبادئ وكتفرضها القناعات فجيت تستغل الوضعيه بحال هذه باش تقطر الشمع على جهه ما وانا كتصادم مشاعر الناس و و وتركب على الموجه باش انت تطلع للعماريه كبطل فاسمح لي نقول لك انه تستحق كل ما يمكن ان يحدث له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أو جساب. لا صافي. ما بقى لا يفقه ومالك في خلي المدينة. خليها هكا شكرا يونس دافقير. شكرا عمر الشرقاوي. شكرا شكرا رضوان. مستمعي المستمعات بقوا معنا واحد شوية مازال الناس اللي معنا في المتابعة عبر الصفحة ديال الانترنيت. إيه؟ ما عطاش الاغنية. ما عطاش الاغنية ما يمكنش. الله السي. انا اليوم حضر سمحوا لي لا 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 حضرت واش واش كاين هذيك اللي غتسدي مول البرقي ولا والله ما والله كي ما كيخلوني نهضر هذا كيتسناو لتحت انا اليوم بغيت غير البرنامج ويرجع اليوم بغيت <applause> نهدي اغنيه رومانسيه ديال كاظم الساهر قولي احبك كي تزيد وسامتي انا دابا خايف انا من القضيه بلاتي ما بقى حبس ماشي ما بقى مخزن ما اسمح لي دابا انا غير شي حد يسمعها ويقول لك راه كيهضر على البنيه السريه الرمضاني يخاطب البنيه السريه قولي احبك كي تزيد وسامتي عندكم الاغنيه كاينه والله خويا زيد حنا تن كاين شي خربوشه الا كاين خربوشه واش هاد الاوضاع هادي واش هذا كله واقع وما نسمعوش كاظم الساهر لا غنسمعوا كاظم <applause> الساهر اللي شويه ديال اسمح لي الناس يتعلموا الرومانسيه ويتعلموا شو ديال الكلام الجميل بارك من نقيروا حنا نتناقروا ضاربين ما عرفت شو واقع هادشي لا يبشر هادشي والو هذا تاكتيك جديد واستراتيجيه جديده شي... شي خطه جديده هذه او نيت انا ما يصلح لي غير الحبس شكرا يونس شكرا عمر شكرا للمتابعين المتابعه شكرا كريم يا عبد الرحيم سابقي وطبعا سامي عارف في القمطر الفني نتلاقاو الاسبوع المقبل ان شاء الله في حلقه جديده من غرفه الفار قولي احبك كي تزيد وسامتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته غرفة الفار موعد اسبوعي جديد على ميد راديو رفقة الثلاثي رضوان رمداني ويونس تفقير وعمر الشقوي